كلي ثمن مجازفة، لكن مجازفة محسوبة بالتأكيد. ما زلت بعقلي شوية وعندي أسباب للعودة، أسباب ذاتية وموضوعية. الأسباب الموضوعية أنه وقيت بشوي حد يرجع البلاد وبعد 17 عام البرة. المشاهد التونسي جدير بنشرات ومواعيد إخبارية ربما تليق أو تضاهي ما يبث في القنوات الفضائية الأخرى. أيضا الحراك اللي صاير في تونس اليوم مغري جدا للعودة، وأنا بطبيعتي حتى مع البي بي سي 7 سنوات خاصة بعد الثورة كنت ديما نجي ميسيون وتغطية خاصة لما كنتش بعيد عن المشهد التونسي. فيسبوك وتويتر خلانا قراب زاد المشهد التونسي، والمشهد التونسي بكل اللي صاير فيه مغري فعلا للعمل. فما برشا خدمة في تونس الآن، ودورنا أيضا مانيش ندعي في بطولات، لكن في مرحلة تأسيسية كما هذه ومنعرج حاسم باهي برشا أنه ثم طيور مهاجرة ترجع. هو اللي خليك اخترت ديجا قناة التاسعة؟ ما ثمش اختلال حسب تقديري، لأنه شبكة البرامج يجب أن ترضي كل الأذواق وتطال كل الشرائح الاجتماعية. فبش تلقى البرامج الجادة، بش تلقى البرامج الدسمة جدا، وبش تلقى البرامج الخفيفة أو اللايت أو الهزلية نوعا ما، بش تلقى البرامج الاجتماعية كما يد واحدة. ودورك أنك تأثر في جريم تاع قناة أنك تراعي كل هذه الحساسيات وكل هذه. أما ما تراش كي تبدأ الجولة الإخبارية متاعك كيني نزلت على الكوموند زابيت مشيت للبي بي سي وبعد رجعت بعد توميو توميو هذا شرف إذا تقارن. فهمتش نقصد؟ أي فهمتك. أي ما هو في الجو هذاك الكل لازم الأخبار تظهر أو تبقى عندها مش نقول برستيج الأخبار مش هي الكلمة، أما عندها وزنها وعندها حضورها كسوة بصريا أو على مستوى المضمون، لأنه الأخبار كان ديما عندها وقع وجوها السيريو أو الجيوة. بين نسألك سؤال أجرأ شوية وحاولت تكون الإجابة كيف أجرأ شوية، لو خيرت بنفس البرنامج بنفس المواصفات بنفس الإمكانيات بين التاسعة والوطنية؟ والله سؤالك محرج. أنا ابن الوطنية لأني في الأساس، وهذه حكاية الوسادة والولادة فبرشا ما يفقاش ما بالكونديسيون اللي موجودين توا. والله بالعكس عندي أنا عطف خاص مع الوطنية اللي بديت منها كيما بداوا العالميين في تونس كله قبل ما فمش قنوات خاصة. توا يمكن البريفي أو الخاص مرن أكثر ويوفر قدرات أكثر بأقل بيروقراطية. عطيتك الإمكانيات الكل أنا في الوطنية وقتك علش ننتظر إجابة لا كلهم قنوات تونسية، يبقى المرفق العمومي عنده قيمة خاصة. ما كما قلت لك يمكن بريفي فليكسيبل أكثر يدفع أكثر ممكن أيضا زاد خاطر عندهم بلافون تاع رواتب في الوطنية كمرفق عمومي ممكن. ولا مش مرفق على مرفق يخلف مرفق على مرفق يخلف أسمع والله مش حكاية راتب برك أكيد واحد بش يحفظ يعيش بشكل محترم أو لائق على الأقل إذا سايب غربة ما لي علمك راتب البي بي سي أخوة من راتب تاسعة أفضل. إيه ما تاسعة في بلدك على كل حال نجمو نتنازلوا في الموضوع. لا وفما مشروع يعني أنت آمنت به وجيت على خاطره دونك أكيد. الأمور الأخرى تولي من بعد ساعات تجينا اختيارات كانوا نكونوا البرة وعنا رواتب أعلى ولكن نختاروا ما غربة حساس غربة باقي ما أعطيتنيش إجابة حلوة عاود تعرف لو أعطيت نفس الإمكانيات بين الوطنية والتاسعة من تختار في كلمة بي بي سي أختار راحتي راحتك ماشي قناة صديقي راحتك تي في يعني راحتي في التاسعة